بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الجلسة الأولى من ورشة الماتلاب. سنبدأ في هذه الورشة بتحدث أولا عن مقدمة عن الماتلاب، ميزات الماتلاب ونقاط قوته، بعض التطبيقات العلمية له، بالإضافة إلى بعض المشاريع العملية، كيفية التعامل مع واجهة الماتلاب، متغيرات العمليات الحسابية، وفي نهاية الجلسة سأتيح لكم مجال للتطبيق العملي. بداية الماتلاب. الماتلاب تأتي تسميته من اختصار ماتريكس لابوراتوري، أي مختبر المصفوفات، وذلك لأن البنية الأساسية للماتلاب تعتمد على المصفوفات، وسترى ذلك لاحقا. لغة الماتلاب هي من لغات البرمجة عالية المستوى، ويتمتع ببيئة تفاعلية رائعة. تم تطوير برنامج الماتلاب من قبل ماثووركس. يمكنك زيارة الموقع الخاص بهذه الشركة والاطلاع على كل جديد حول البرنامج من خلال الرابط الذي يبدو أدنى الشاشة. ميزات الماتلاب. ما هي الأمور أو الميزات ونقاط القوة التي تجعل من الماتلاب لغة قوية في المشاريع والبرمجة وغيرها؟ أولا، الماتلاب هو لغة برمجية عالية المستوى، وله بيئة تفاعلية رائعة. يحتوي مكاتب رياضية، أي زائرة معادلات توابع رياضية محل معادلات جبرية، تحويلات فوريه، تحويلات زيد مثلا في معالجة الإشارة، فلترة وغيرها، حل معادلات تفاضلية، تكامل، تفاضل، اشتقاق وغيرها. كل هذه العمليات الرياضية يوجد توابع جاهزة في مكاتب الماتلاب يمكنك استخدامها مباشرة، بالإضافة لتمثيل البيانات بشكل رسومي سواء رسم ثنائي البعد أو ثلاثي الأبعاد وحتى التحريك. يمكنك أيضا بناء واجهة رسومية وبرمجتها للتخاطب مع المستخدم باستخدام الواجهات الرسومية GUI. أيضا هذه الواجهات الرسومية، الواجهة البرمجية، أدوات يوجد أثناء كتابتك للكود، يوجد أدوات تساعدك في الماتلاب لصيانة الكود، اختباره، تطويره، اكتشاف مكان الخطأ، فلديه واجهة برمجية. المحاكاة سيمولينك. في المحاكاة تولز المحاكاة سيمولينك يوجد العديد من المكاتب تغطي عدة مجالات في الهندسة، بالإضافة للأدوات المميزة تولز أدوات متنوعة تغطي عدة مجالات سنطلع عليها لاحقا. بالإضافة آخر نقطة قوة أود أخبركم عنها هي أنه يمكن الماتلاب التلاؤم وتوافق مع اللغات الأخرى مثل سي وجافا ودوت نت، مايكروسوفت إكسل. مثلا لدي جدول بإكسل، يمكنك من خلال الماتلاب استيراد البيانات من جدول إكسل، معالجتها في الماتلاب، ثم تصديرها مرة أخرى. ما هي تطبيقات الماتلاب؟ ما هي استخداماته العلمية؟ تم استخدام الماتلاب في عدة مجالات، في العلوم، في الرياضيات، في الكيمياء والفيزياء. تم استخدامه بمجال أكاديمي تعليمي وفي المجال البحث العلمي، وأيضا في المجال الهندسي. في المجال الهندسي كان له استخدامات واسعة وكبيرة مثل معالجة الإشارة، في مجال الاتصالات، معالجة فيديو والصورة، مع كنترول سيستمز لتصميم ومحاكاة واختبار أنظمة التحكم، أيضا تيست القياس، معالجة وصل معدارات خارجية، معالجة مالية، بيولوجي وغيرها. سأريكم عرض سريع لبعض المشاريع تم تنفيذها باستخدام الماتلاب. مثلا الذي يبدو أمامكم هو سيمولينك، أي محاكاة لبي آي دي كنترولر. أيضا هذا سيمولينك مع رسم، لاحظ رسم يبني نظامه باستخدام بلوكس صناديق، وأيضا نحصل على إشارة الخرج ودراسة النظام، وأيضا هذا أكثر تعقيدا. مثلا معالجة الصورة، في هذا المشروع قاموا بمعالجة الصورة عندما تكون نقية، ثم هنا عندما يحصل تشويش لاحظ الخطوط والرسم البياني لعدد البكسل والاختلاف الذي يحصل عندما يحصل في تشويه على الصورة. مثلا في برمجة زراعة روبوتية لمحاكاة حركة زراعة الإنسان، هذه الواجهة تم بنائها بواسطة الماتلاب، واجهة رسومية GUI، وأيضا معالجة صورة ورسم ثلاثي البعد. لاحظ هنا يتابع في كل ثانية حركة الزراع وبرمجته. مشروع آخر، دراسة معالجة صورة للخرائط وتحديد الطرق والطرق الأسرع والأسهل.
أيضا تم استخدام برنامج ماتلاب في القمر الصناعي. هذه الصور ملتقطة من قبل قمر صناعي على سطح القمر، وتم معالجتها في الماتلاب. لاحظ تمييز بالألوان، ومن ثم تحديد تضاريس القمر. كلها هذه توابع جاهزة في الماتلاب تقوم بمعالجة الصور. أيضا في المجال الأكاديمي له استخدام واسع الماتلاب، من خلال تم استخدامه في عدة جامعات، من خلال الربط ما بين هذه الواجهات وتولز جاهزة لتصميم مثلا أنظمة التحكم وغيرها، والتواصل مع الطالب. هذه أهم بعض المشاريع التي تم تنفيذها في الماتلاب. سنبدأ بالتعرف على واجهات الماتلاب. بداية، واجهة الماتلاب تتكون من 3 نوافذ رئيسية، هي نافذة الأوامر Command Window، Work Space، والCommand History. عندما تفتح البرنامج ستبدو لديك هذه الواجهة. هنا الCommand Window، هنا سنضع الأوامر، وهنا ستعرف في أي مسار أنت تعمل تحفظ البرنامج فيه. Work Space هي المكان الذي يقوم بتخزين المتغيرات فيه، وهنا Command History. حسنا، سننتقل إلى التطبيق العملي. هذه واجهة الماتلاب كما أخبرتك، سنبدأ بالتعامل معها. بداية، أريد إنشاء متغير اسمه X وأسند له قيمة ما لتكون 3. بكل بساطة ستضع X اسم المتغير يساوي عملية إسناد 3 على قيمة المتغير. هنا في لغة الماتلاب لا تحتاج لتعريف أن إكس هو عبارة عن متغير انتجر أو دبل أو غيره. عندما أضغط إنتر سيقوم بتنفيذ الأمر الذي وضعته له في الكوماند ويندو. لاحظ معي، قام بتسجيل الأمر الذي قمت بتنفيذه في الكوماند هيستوري، وقام هنا بحفظ المتغير إكس في الورك سبيس. هنا جميع المتغيرات يتم حفظها هنا. قام بحفظ المتغير على شكل مصفوفة، أي متغير أقوم بوضعه سيحفظه بشكل مصفوفة، مثلا y تساوي سأقوم بإسناد متغير نصي، لن أقوم بتعريف y أنها انتجر أو شار أو غيرها. سأضع إنتر، قام بحفظها مباشرة، ولاحظ تغير الشكل، حفظه من نوع آخر. هناك بعض التعليمات يمكنك تنفيذها في الكوماند ويندو، مثلا مثل هوز إكس، أريد معرفة ما هو نوع المتغير إكس. لاحظ أخبرني بأن إكس هذا النيم سايز حجمه بايت 8 كلاس من نوع دبل، بينما لو قلت له هوز واي فقام بحفظ المحارف بشكل مصفوفة شعاعية ماتلاب بمصفوفة 1/6 من نوع نصي. إذا أردت كتبت العديد من التعليمات هنا وأردت عودة المؤشر إلى البداية، فقط قم بوضع CLC، سيعود المؤشر إلى الأعلى. إذا أردت حفظ، لنفرض قمت بإضافة متغير T تساوي 4.2 وقام بحفظه هنا تي، وأريد حذف هذا المتغير، سأقوم بكتابة clear t، سيقوم بحذف المتغير الذي لا أريده، أو clear all سيقوم بحذف جميع المتغيرات التي تم حفظها في workspace. ثم clc سأعود إلى البداية. هذه كبداية للتعامل مع واجهة الماتلاب. بالنسبة للمتغيرات، عندما تقوم بوضع متغير s تساوي 8 ثم أضغط إنتر سيقوم بتنفيذ الأمر هنا. إذا أردت أن يقوم بتنفيذ الأمر دي تساوي 9 لكن بدون أن يظهر لي النتيجة هنا على الورك سبيس، لما أضع له فاصلة منقوطة ثم إنتر سيقوم بتنفيذ الأمر. لاحظ دي تم حفظه هنا لكن لا يظهر لي النتيجة على الكوماند ويندو. هذه إحدى الملاحظات. أيضا بالإضافة، هناك شيء أمر مهم جدا في الماتلاب هو التعامل مع الهلب. هنا يمكنك تصفح documentation، رؤية بعض الأمثلة، وأيضا إلى training وغيرها. أيضا في هنا تجد browser of functions، متصفح سريع يبحث لك عن التوابع التي تريدها. مثلا أنا أريد تابع يقوم بإظهار نص ما، مثلا أنا أريد display
أعطيه كلمة مفتاحية للبحث. لاحظ، سيقوم بالبحث لي عن جميع التوابع في مكاتب الماتلاب التي تقوم بالعرض. أنا أريد هذا. ماذا يخبرني؟ print the value of x. سأضغط عليه مرتان. display أظهر لي نص ماتلاب. enter. قام بإظهاره. بهذه الطريقة يمكنك البحث بشكل سريع عن التوابع. أيضا يمكنك استخدام الهلب من خلال command window نفسها. مثلا لدي تابع sqrt، لا أعلم ما هي وظيفته. سأضع له help sqrt، سيعطيني التعريف التابع هنا مباشرة في نافذة command window. square root، إذن هو سيعطيني جذر التربيع. كيف سأريد استخدامه؟ sqrt. وإذا أردت أن ترى المزيد من التعليمات انتقل إلى documentation. ستجد في documentation تعريف التابع sqrt، ثم يعطيك الصيغ التي يمكنك استخدام التابع فيها، description وصف، ومن ثم مثال تطبيق عملي لترى ما كيف يمكنك التطبيق. مثلا sqrt 4 سيعطيني جواب 2. لاحظ معي، عندما تقوم بتنفيذ أي عملية بدون إسناد إلى الناتج إلى متغير أسميه مثلا X أو A، أنا هنا لم أسند النتيجة التي ستظهر نتيجة هذا التابع إلى أي متغير، فقام هو افتراضيا بإسنادها إلى المتغير ANS. إذن ANS هو متغير افتراضي يقوم الماتلاب بإسناد قيم له عندما تقوم بتنفيذ أي عملية دون إسنادها إلى متغير. مثلا قمت، لاحظ معي الآن ANS يحوي قيمة 2. لو قمت أنا بإجراء أي عملية وأيضا ارتكبت نفس الخطأ دون أن أقوم بإسنادها إلى متغير، سيقوم بإسناد النتيجة الجديدة إلى الـ ANS وحذف القيمة القديمة. لذلك هنا أود أنبهك إلى هذه الملاحظة، إذا أردت أن تعالج أو تستخدم نتائج عملية حسابية ما تريد أن استخدامها لاحقا، فانتبه أن تقوم بإسنادها إلى متغير ما. S تساوي SQRT مثلا 4. الآن تم إسنادها إلى 2 لأن الـ ANS سيتغير قيمته. لا يمكنك أن تعتمد على القيم التي يمكنك استخدامه مؤقتا لأنه متغير مؤقت وليس ثابت، بالإضافة إلى أنه محجوز. أيضا يمكنك من خلال command window هناك العديد من نقاط القوة، سأريك بعضها. مثلا يمكنك الوصول إلى معلومات في النظام، مثلا date. يمكنني الوصول إلى التاريخ الموجود في هذا الحاسب. حسنا، هذه كانت كبداية للتعامل مع واجهة الماتلاب. هناك العديد من التعليمات والأوامر، سأريك بعضها بشكل سريع. هذه التي أخبرتكم عنها CLC clear. هل هذا موجود؟ global متحول محلي، help مساعدة، look for بحث، إغلاق الماتلاب، who whose وغيرها. حاول أن تجربها في الواجهة لديك. بالنسبة للمتغيرات، هناك متغيرات محجوزة مثل ANS answer الذي أخبرتك بأنه يقوم بالإسناد له، IG للمتغيرات العقدية لا نهاية none غير معرف، والBI هو النمبر B. بالنسبة لطرق العرض، هناك طرق العرض، أن تختار طرق عرض الأرقام في الكوماند ويندو. سأريك ماذا أقصد بهذا. مثلا متغير BI سيقوم بعرض الرقم 3.14 بهذه الطريقة. أود أن أرى عدد أرقام أكثر بعد الفاصلة، سأقوم بتغيير طريقة العرض Format Long، وسأقوم باستدعاء BI مرة أخرى. لاحظ، ازداد عدد الأرقام التي تم عرضها. الوضع الافتراضي يكون 4 أرقام بعد الفاصلة، أي Format Short. سأعيده إلى وضع فورمات شورت BI، سيعود إلى طريقة العرض الذي كان عليها. بهذه الطريقة يمكنك تغيير عدد الفواصل، ذلك حسب الدقة التي تحتاجها في العرض. وفي هذا الجدول يبدو لديك كم طرق العرض، ويمكنك الاستعانة بالهلب لرؤية المزيد حول طرق العرض. العمليات الحسابية، كيف يمكنك استخدام الماتلاب واجهة الماتلاب كآلة حاسبة معقدة؟ سأريك بعض التطبيقات العملية.
يمكنك إجراء أي عملية حسابية، مثلا عملية جمع، عملية طرح. أيضا يمكنك استخدام مثلا 8 ناقص مباشرة، عدد صحيح مع عدد فيه فاصلة، وسيتعامل معها مباشرة دون أي تعريف أو حاجة إلى تعريفات أخرى. إذا أردت تنفيذ أكثر من عملية على نفس السطر، مثلا 4 ضرب 8، سأضع فاصلة عادية كما عملية جمع. عملية قسمة، سأضع إنتر، سيقوم بتنفيذ العمليات بشكل متتابع وأسندها إلى المتغير RNS. ولاحظ القيمة الأخيرة هي 3، حذف القيم السابقة لأنني لم أقم بإسنادها إلى المتغير. لا يهم، المهم يمكنك تنفيذ أكثر من عملية بهذه الطريقة على سطر واحد في الكوماند ويندو. التعامل مع الأعداد العقدية، يمكنك أيضا مثلا لدي متغير مباشرة قام بالتعرف عليه بأنه عدد عقدي، هذا القسم الصحيح وهذا القسم العقدي. هناك توابع لدعم الأعداد العقدية، مثلا أريد الجزء الحقيقي من المتغير A فسيعطيني 7، وكذلك الإيمج. ويمكنك إجراء عمليات جمع وطرح الأعداد العقدية يتعامل معها بشكل صحيح مباشرة. بالإضافة، هناك ملاحظة في عمليات القسمة والجمع، لو كان لدي مصفوفة شعاعية لنفترض، سأنتقل السطر الآخر بهذه الطريقة، ومصفوفة أخرى واحدية، حسنا أسنان بأسنان مصفوفات مربعة، لو أردت ضرب A ضرب B سأضرب مصفوفة A بالمصفوفة B، سيقوم ضرب السطر الأول بعمود الأول بطريقة ضرب المصفوفات التي نعرفها وسيعطيك النتيجة. لكن لو أردت أنا أن لا يقوم بضرب مصفوفي، بل يقوم بضرب القيمة الأولى العنصر الأول بالعنصر الآخر الأول، العنصر الثاني من هنا بالعنصر الثاني، وهكذا سأقوم بوضع A دوت ثم عملية ضرب B. عندما تضع هذه النقطة تخبر بأنك تريد التعامل مع المصفوفات عنصر بعنصر. لاحظ النتيجة، قام بضرب كل عنصر ببعضه دون إجراء ضرب مصفوفي. وكذلك بالنسبة لعملية القسمة والرفع إلى قوة، العمليات الرئيسية التي يمكنك استخدامها تبدو في هذا الجدول: جمع، طرح، ضرب، وكما أخبرتك الدوت، والرفع إلى قوة، والقسمة. بالإضافة إلى الأقواس، يجب الانتباه إلى أهمية الأقواس وأولوية العمليات الحسابية. مثلا عندما تقوم بكتابة معادلة ما، مثلا 7 زائد 2 ضرب 3، ستبدو النتيجة 13 لأنه قام بضرب تفضيل عملية الضرب ثم إجراء عملية الجمع. لكن لو وضعت تعبير هذا نفسه، وضعت أقواس، فسيقوم بتفضيل داخل القوس أي الجمع ثم الضرب، فستختلف النتيجة لدي. فانتبه عندما تقوم بكتابة أي تعبير رياضي، انتبه إلى الأقواس والأولويات العمليات الحسابية. هذه العمليات الأساسية التي أخبرتك عنها، بالإضافة إلى الأقواس ومع الكوما. عندما تضع هذه الإشارة، فأنت تخبر بأن ما يليها تعليق كومنت أي لا يتم تنفيذها. Saving your work، إذا أردت حفظ العمليات الحسابية التي قمت بإجرائها في الكوماند ويندو، يمكنك استخدام save ثم وضع اسم الملف الذي تريده، فسيحفظه بصيغة مات. وعندما تريد استعادته مرة أخرى، تقوم بتنفيذ الأمر load فسيعيده لك، أو في شريط العلوي ستجد في الفاريابل save workspace تحفظه من هنا. حسنا، ابدأ، افتح البرنامج لديك وابدأ في التمرين. أسند بداية قيم للمتغيرين A و B، قم بإنشاء متغير A وأسند له القيمة 3، قم بإنشاء متغير B وأسند له القيمة 5، يمكنك التنفيذ مباشرة معي. قم بإجراء عمليات الحسابية التالية، قم بإجراء جمع، طرح، ضرب، وقسمة. هل انتهيت؟ حسنا، لننتقل إلى التمرين الثاني.
قم بكتابة بإجراء هذه العملية الحسابية وأخبرني ما هي النتيجة. انتبه إلى موضوع الأقواس الذي أخبرتك عنه. لديك دقيقة كي تجرب. انتهى الوقت المخصص للتمرين. الإجابة ستكون بهذه الطريقة. عملية القسمة، سنضع واحد قسمة، ثم كي يقوم بالقسمة على جميع المقام سنقوم بوضعه بداخل قوس، ثم 2 + 3 رفع قوة 2 وعملية الجمع. أما هنا لا يهمني، إن كان أقواس أو لا سيتم التنفيذ بشكل صحيح. ستكون النتيجة إذا حصلت على هذا الرقم فقد قمت بكتابته بشكل صحيح. التمرين الثالث، سنتدرب قليلا على التعامل مع المتغيرات وأسناد القيم لها. قم بإنشاء متغير باسم ريد وأسند له القيمة 0.09. قم بإنشاء متغير بالانس وأسند له القيمة 1000. التالي، قم بإجراء عملية ضرب للمتغيرين وإسناد النتيجة إلى متغير باسم interest. بكل بساطة هنا ستكتب عند التنفيذ interest يساوي rate ضرب balance، أي باسم المتغير مباشرة نتعامل. حسناً، أريدك أن تقوم بإجراء عملية جمع balance مع interest وإسناد النتيجة إلى المتغير balance. بكل بساطة ستكتب balance يساوي balance زائد interest، ثم قم بإظهار النتيجة، وذلك إما بإزالة الفاصلة المقطوعة أو بإظهار أو باستخدام تابع display الذي أخبرتكم عنه. لذلك نكون قد تدربنا اليوم على التعامل مع واجهة الماتلاب والتعامل مع المتغيرات والهلب. أتمنى لكم وقتا سعيدا، وسنتحدث في الجلسة القادمة عن المصفوفات والتعامل معها. شكرا لكم.